ببلدية حاسي الغلة بولاية عين تيموشن وهنا بهذا المشروع 40 مسكن ضمن صيغة الترقوية المدعم تحولت النعم إلى نقمة بسبب توقف للمشروع رغم تسديد المستفيدين لكافة المستحقات. رانا مخلصين درهمنا كاع، ردي درهمنا كاع 280 مليون رديه الواحد. رانا من 2013 رانا نحوس الحقوق تاعنا والرهم، نطلب التدخل العاجل من السلطات العليا. السلطات العليا نقولها، نعاود نقول لي السلطات العليا، خاطر شكينا الولايه وشكينا الاجي. الاغرب ما في الامر هو محتوى وثيقه تحصل عليها تلفزيون النهار توضح تصريحا من المرقي العقاري باكتمال المشروع بنسبه 100% مؤشر عليه من طرف مكتب دراسات في وقت لا تتجاوز نسبه الاشغال به 60%، ولعل المشاهد اصدق تعبير. السيد 2013 عطيناه دراهم باش كمل السكاني، رانا في 6 سنين مازال ما دينا والو، وراكم تشوفوا الوضعيه كي دايره، وراه زاد داير لنا مترافقين لنا ورقه في 2017 داير تزوير باللي 100% لي ترافو كملوا. السيد راه يقولنا راه يتعامل معنا كي شغل، حنا رانا اميين، حنا رانا كاع اطارات هنا، هادو كاع لي كادر في صناعي غاز لي كاع 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 رانا اطارات هنا، يقولنا باللي عندي في الكاي تشارج الكاليتي تروازيام لو شوا. انا مخلص دراهم، انا نعطيك 280 مليون. المرقي العقاري يؤكد اكتمال المشروع أمام مرأى المواطن البسيط والمسؤول المحلي الذي يلعب دور المتفرج في عز مكافحة الفساد. بدورنا حاولنا التواصل مع الجهات المعنية لكننا لم نتمكن من ذلك.